اليوم كانت اللجنة المنظمة في خليجي 24 في الدوحة قام بمبادرة جميلة جدا، وهي في ضيافة في انهم يستضيفون المنتخب آسف جماهير مملكة البحرين في شكل خاص جدا. خلونا نشوف الفيديو. قطر غدا الله ما قصروا الصراحة شيء ولا أروع. برياني شوارما، وجبة برياني شوارما. لا 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 وصلنا ودك. رجعنا لكم دوحة الخير، والضيافة جميلة جدا منكم لإخواننا جماهير مملكة البحرين. ايش رايكم بالبادرة؟ حلوة ها؟ برياني، برياني كان جميل والله يوعني زين.